باتت مستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة السعودية في كامل جاهزيتها لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن. الكوادر الصحية لدينا جميعهم من منسوبي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، و80% من الأطقم هم سعوديين، و20% من إخواننا العرب المشاركين. جميع الطاقم الطبي لدينا يستشعر المسؤولية. بين مستشفيات ثابتة بسعة 400 سرير وأخرى ميدانية متنقلة بسعة 100 سرير تقدم خدمات طبية ل28 تخصصا، فإن للفرق الإسعافية والبالغة 35 فرقة والمجهزة تجهيزا كاملا دورا كبيرا في تقديم خدمات طبية مساندة. في هذا العام تعتبر مشاركة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مشاركة فاعلة، بإضافة مستشفى ميداني متنقل طاقة 50 سرير في مشعر منى، ومستشفى ميداني متنقل طاقة 50 سرير في مشعر عرفات، إضافة إلى إنشاء مركز إسعافي في فترة وجيزة لا تتجاوز 27 يوم. ولإدارة الإخلاء الطبي الجوي حضور آخر في حالات الطوارئ ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات القوات المسلحة في كل من جدة والطائف وفق تنسيق موحد بين القطاعات. من المشاعر المقدسة، حسن الطالعي، العربية.